الدين معاملة مع الشيخ سامي بن حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه به ومن والاه إلى يوم نلقاه. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في رحاب برنامجكم اليومي رمضاني الدين المعاملة. حديثنا اليوم سوف يكون عن خلق إسلامي وخلق إنساني عظيم يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل، وهو من السامية الرفيعة، وهو جبر الخواطر. وما أدراكم ما جبر الخواطر؟ يجبر الإنسان أحيانا فيه نفوسا كسرت وقلوبا فطرت وأجساما أرهقت وأشخاص أرواح أحبابهم أزهقت، فما أجمل هذه العبادة وما أعظم أثرها. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. ومما يعطي يعني هذا المصطلح وهذا يعني وهذه الصفة جمالا أن الجبر كلمة مأخوذة من أسماء الله الحسنى وهو الجبار، وهذا الاسم بمعناه الرائع يطمئن القلب ويريح النفس، فهو سبحانه وتعالى الذي يجبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة والفشل بالتوفيق والأمل والخوف والحزن بالأمن والاطمئنان، فهو جبار متصف بكثرة جبره حوائج الخلائق، وهذا ما جاء في تفسير أسماء الله للإمام الزجاج. وجبر النفوس من الدعاء الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، وجاء ذلك في سنن الترمذي. فلذلك جبر الخواطر هذا فيه من فضل وفيه يعني من تسلية النفوس. والإنسان نحن كما قولوا يعني بتعبيرنا الدارج والدارجة يقول لك يجبر بالخاطر، يعني ياخذ بالخاطر، يعني إنسان إذا كان قصده إنسان ما يخيبوش، إذا كان قصده في خدمة أو في مسألة أو في دي في فلوس أو نحو ذلك، فتلقاه يعني يجبر بالخاطر باللي يقدر وما يردش الناس، بل بالعكس ياخذ بيديهم ويكون لهم عونا. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل عليه السلام، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه إلى المولى عز وجل وهو يلهج له بالدعاء، ويعني كان همه وشغله الشاغل أمته صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد، والله سبحانه وتعالى أعلم به، قال: فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وأنه يحمل هم أمته، وأنه يخاف على أمته، وأنه يعني لا يريد أن تؤذى أمته. فقال الله عز وجل وهو أعلم بكل ذلك: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. يعني هذا جبر الخاطر للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ونحن كذلك لابد أن نجبر خواطر المنكسرين وأن نكون لهم عونا. فيكفينا في ذلك قول الباري سبحانه وتعالى في سورة الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. اليتيم هذا الإنسان اللي قد يكون يتيم الأب ولا يتيم الأم، ولا يتيم الأب والأم، تلقاه مسكين يعني يحتاج إلى لمسة حنان، يحتاج إلى من يجبر خاطره، خاصة في أيام الأعياد والمناسبات تلقاه مسكين، يعني لما يقدم له إنسان هدية، لما يعاونه، لما يأخذ له الكرتابة نتاعه اللي يمشي يقرأ بها والأدوات والكتب والكراسات يفرح. فذلك فيه جبر للخاطر اليتيم هذا، اللي يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام قال: إذا عرضك إنسان يتيم وتعرفه أنه يتيم وخاصة أن يكون صغير في العمر، قال: فامسح على رأسه. يعني ففي بعدد شعرات رأسه لك من ذلك الأجر والحسنات. وأما السائل فلا تنهر، يعني إنسان جاء يعني يطلب حاجة،
احنا احيانا يقول الانسان لا، يقول لك هذوما عاملينها صنعه وكذا، عاملينها تجاره وعاملينها خدمه. مثال يا اخوي، انت مك فطن، يعني اذا كان جاك المره الاولى فاعطيه نصيب، وإذا كان عاود وشوف تخذها خدمة واتخذها يعني مهنة فذلك يعني أمره، وقتها أعطي للناس اللي تستحق، ولكن لا تنهر، يعني ما تكسرلوش خاطره، ما يعني ما تعنفوش. فلذلك يعني كان هذا من توجيهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤاوي وأن لا يقهر اليتيم وأن لا يذل السائل، بل يجب أن يطيب خاطره وأن يحسن إليه وأن يتلطف به وأن يصنع معه من المعروف ومن الخير. ولذلك نختم بهذه القصة، قصة جميلة يرويها الإمام محمد بن متولي الشعراوي رحمه الله. قال في يوم من الأيام، وكان عنده موعد هو يعني كما احنا نقولوا فيها دوري، يمشي يعدي على صحته ويشوف أموره معناها، فهاتف الطبيب، وهذا طبيب معروف، طبيب قلب جراح في مصر معروف جدا، اسمه حسام وافي. فقال له يا شيخ اش تحب؟ قال له راني نحب نعمل كما احنا نقولوا فيها فيزيتا شاملة كاملة على بني. فقال له شيخ متولي شعراوي نجيك؟ قال له لا، كيفاش يا شيخ، انا نجيك. فذهب اليه الى منزله وجلس اليه وفحصه، وكانت الامور لباس والحمد لله. ولكن قبل ان يغادر الطبيب هذا قال له يا شيخ نحبك تعطيني حاجة نربح بها اجر، وحاجة نعملها يعني فيها خير وفيها فايدة، وانت تعرف انا تو في عمر متقدم، وخليني نكون بهالعبادة هذه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا زعمة هي الصلاة، هي الصيام، زعمة هي الحج، زعمة هي العمرة، زعمة شنو؟ فأجابه الشيخ متولي الشعراوي فقال له عليك بجبر الخواطر، أن تجبر خاطر الناس. قال وغادرت ومشيت على روحي. قالوا في يوم من الأيام يكلمني واحد من الأصدقاء فقل لي يا دكتور راني عندي ماتي أختها راهو في المستشفى، وهي مرأة كبيرة عمرها 92 سنة، وراهو يعني عندها جات أزمة قلبية، فلو كان تسمح تمشي تطل عليها. فنسى يعني سبحان الله الطبيب، نسى للموعد نسى له، ولكن في لحظة قال سبحان الله يا أخي مش فما واحد كلمني قال له عنده شكون قريبه في السبيطار، أي برا نمشي نعمل طلة. نمشى لك السبيطار ودخل وزار المريضة ذيك وطمن على صحتها، وشاف الطبيب المباشر لها وقالوا لا حالتها مستقرة وأيام وإن شاء الله يعني تغادر المستشفى يعني بخير، وكما احنا نقولوا فيها لسو لسوية. قال وفي الأثناء يقول الدكتور قال أحسست بوجع في قلبي، قال فعرفت أنها هي جلطة. قال فناديت الطبيب المختص غادي الطبيب القلب، فقلت له يعني أفحص علي وأعطيني الدواء. قال في ففي دقيقة ودقيقتين يعني عرفوا اللي هي جلطة وأعطوه الدواء. فقال سبحان الله، قال تخيل لو كنت أنا في الطريق وأنا ماشي ونسيت الموعد هذا وجاتني هالجلطة هذه وأنا منش في السبيطار، قال لكنت الآن في عداد الموتى. ولذلك قال سبحان الله تذكرت تلك الكلمة للشيخ الشعراوي، جبر الخواطر. قال أنا المرأة هذه ما نعرفهاش، ولكن جيتها باش نجبر لها خاطرها وبمزية. فلذلك قال أهل الفضل من سار في الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. اللهم يا رب اجعلنا وإياكم من الذين يجبرون الخواطر والذين يسعون في الخير دائما، وإن شاء الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدين معاملة مع الشيخ سامي بن حسين.